طبعا كابتن محمد وكابتن احمد تاريخ كبير، وطبعا نادين استكمالا لهذا التاريخ العظيم. لكن طبعا هتواصل مع حضراتكم، لكن عندنا تقرير فريق الاعداد محضر تقرير عن عائله السلعاوي الاهلاويه جدا. نشوف التقرير ونرجع مع ضيوفنا الكرام. هو واحد من اساطير كره السله المصريه على وجه العموم والأهلوية على وجه الخصوص، وكبير عائلة أهلاوية لها تاريخ طويل يقترب من نصف قرن داخل القلعة الحمراء. هو محمد سيد سليمان السلعاوي، حصل مع الأهلي على لقب للدوري واثنين لكأس مصر وخمس بطولات لمنطقة القاهرة، إضافة إلى حصوله على لقب بطولة إفريقيا للناشئين عام 77، كما حصل على لقب هداف دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1979، كما توج بلقب هداف بطولة إفريقيا للرجال عام 1983 والتي احتضنتها الإسكندرية، وحصل فيها منتخبنا على اللقب القاري، وحصل حينها على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى من يد رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وبفضل هذه البطولة تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس عام 1984، وكان له شرف حمل العلم المصري في حفل افتتاح هذه الدورة، وامتدت إنجازاته لحصد لقب هداف هذه الدورة برصيد 179 نقطة من 9 لقاءات، وهي البطولة التي شارك بها العديد من نجوم العالم، ولعب السلعاوي أكثر من 300 مباراة دولية. تزوج السلعاوي من إيمان البدراوي لاعبة الأهلي السابقة والتي بدأت حياتها في صفوف ناشئي الأهلي، وتم تصعيدها للفريق الأول وهي لم تتجاوز 16 من عمرها، وقدمت مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات قبل أن تقرر الاعتزال وتتجه للتدريب. وأنجبا كريم وأحمد ونادين وجميعهم احترف كرة السلة، لكن الحظ لم يبتسم لنجله الكبير كريم والذي اعتزل مبكرا بداعي الإصابة، فيما ظهر أحمد بشكل مميز خلال وجوده داخل قطاع الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وحصد معه دوري السوبر مرة ولقبين لكأس مصر وثلاثة ألقاب لدوري المرتبط وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 2016 وتصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية بتنزانيا عام 2017، كما حصل مع المنتخب الوطني على ذهبية بطولة دبي الدولية عام 2013، وحصد مع المنتخب البطولة العربية في مناسبتين عامي 2015 و2017، كما حصل مع المنتخب على فضية دورة الألعاب الإفريقية بالكونغو برازافيل عام 2015، كما شارك مع منتخبنا الوطني في ثلاث بطولات إفريقية أعوام 2015، 2017 و2019. وبالحديث عن نادين وهي آخر حبة في عنقود العائلة الأهلوية، فسنجد أنها قدمت مستوى مميزا خلال وجودها في قطاع الناشئات، مما دفع الجامعات الأمريكية للتهافت عليها وإرسال العديد من العروض لها للعب ضمن صفوفها. وقدمت نادين أداء مميزا خلال السنوات التي قضتها داخل الأراضي الأمريكية، ونجحت في حفر اسمها بأحرف من ذهب بعدما حصلت على لقب أفضل محترفة في الدوري الأمريكي للجامعات في أول عام لها هناك، ثم استطاعت كسر الرقم القياسي المسجل بدوري الجامعات بعدما سجلت 2070 بفارق 100 نقطة عن صاحبة الرقم القياسي السابق، كما حققت رقما مميزا بالحصول على أكثر من 700 متابعة للكرة في الدوري الأمريكي، واختتمت مسيرتها العام الماضي بالحصول على لقب أفضل لاعبة في الدوري في إنجاز كبير. عائلة السلعاوي قدمت الكثير للنادي الأهلي، ويسعى أعضاؤها لتقديم المزيد من الإنجازات والبطولات للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.